السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانوية عامة 2024، كتاب جوينت، الجزء الأخير من يونت 7. كعادة أي يونت بناخده على 3 حصص أو 3 فيديوهات. أول فيديو بيبقى خاص بليسن 1 2، تاني فيديو خاص بليسن 3 4، والجزء الأخير بيبقى خاص بالسكيلز والتست. النهارده جزء السكيلز بتلخص فيه أسئلة الرايتنج وأسئلة الترانسليشن وأسئلة الأوبن بوك، بلس طبعا حل الإيه؟ حل التست. تمام؟ فأنت افتح كتابك صفحة بدايتنا صفحة 31 وكشكولك، ونبدأ واحدة واحدة ننهي اليونت ده. نفتح مع بعض كده صفحة 32 ونبدأ نحل أول سؤال خاص بالرايتنج. أول سؤال بيقولك which of the following is used for informal invitation؟ يعني ايه الحته دي؟ بيقول لك ايه من اي من الجمل يستخدم للدعوه الغير رسميه. يعني لو بصينا كده على الاربع اختيارات هنلاقي الانسب اختيار هو الاختيار الاول، let me know if you are coming to the party، اللي هي حته اسمح لي اللي انا اللي لو انت تيجي الحفله by tomorrow morning. هي دي الانفورمال، دي الشكل الغير ايه الغير رسمي. يبقى ده رقم واحد الاختيار الاول. الاختيار الثاني which phrase، اي من الجمل would you expect to hear، اي من الجمل اللي انت تتوقع انك تسمعها when a speaker، لما المتحدث wants يريد to start a new topic، انه يبدأ موضوع جديد. يبقى الاختيار الثاني اللي هو in this talk، في هذا الكلام I will explain، انا اشرح 3 different ways، 3 انواع مختلفة in which this can happen، ممكن ان يحدث. يبقى انا كده اخدت الاختيار ايه؟ الاختيار الثاني. سؤال رقم 3، what do you do when you paraphrase information from a lecture؟ تعمل ايه لو انت paraphrase معناها يعيد صياغة او يلخص معلومة من محاضرة. هنا اللي هي I use the keywords، استخدم keywords اللي هي فكرة المفاتيح الرئيسية او اللي انا اعمل topic، يعني اعمل موضوع. speaker to write what he or she said on my own words، بنستخدم الكيوردز عشان اعمل العناوين او المفاتيح الرئيسية او تلخيص للمحاضرة. السؤال الرابع، when you are writing، لما انت بتكتب you can use نقط introduce the topic، انك تقدم التوبيك، انك تقدم الموضوع. يبقى انا استخدم to begin with، دي كده بستخدمها في البداية او في الجملة اللي افتتاحية. when you are writing، لما انت بتكتب you can use نقط to develop، انك تتطور او تنمي a point، نقطة further or added to added، ان عايز اطور نقطة او احط اضافة من عندي، يبقى انا احط as وال as that اللي هي او ايضا او تيجي بمعنى برضو بالاضافة الى. السؤال السادس، when you are writing، لما انت بتكتب you can use نقط to provide illustration، فكرة الالستريشن او الاكزامبل أو للتوضيح او انك تدي مثال اضافي، يبقى استخدم الاختيار الثالث اللي هو for instance، اللي هي برضو ممكن تساوي for example اللي هي على سبيل المثال. a phrase هي عبارة or words، مجموعة من الكلمات used to explain، تستخدم ان انت اشرح the lecture، فكرة المحاضرة أو structure أو المبنى. there are two majors there are two major areas that I will focus on my talk. الاختيار الأول اللي هو في جانبين أساسيين أو رئيسيين هركز عليهم في كلامي، ده أنا كده بوضح ال structure، بوضح المبنى الخاص بالمحاضرة. المحاضرة بتدور يمت حاجتين اتنين، دول اللي أنا هركز عليهم في الخطاب بتاعي. سؤال رقم 8، a phrase or words، مجموعة عبارة أو مجموعة من الكلمات used، بستخدم at the end of the talk، في نهاية الكلام أو في نهاية الحوار. يبقى طالما نهاية يبقى أنا هعمل summarize أو هعمل تلخيص، يبقى أنا أختار الاختيار الثالث let's summarize write what you have looked at. فكرة summarize هو فكرة التلخيص عامة. السؤال التاسع، we can use نقط to introduce، ان انا اقدم a summary، ملخص of the main points للافكار الرئيسية. الملخص يا جماعة ده بيبقى في النهاية، وبستخدم فيه to conclude، to conclude اللي هي معنى ختام الايه؟ ختام القول. you can use ده احنا كده قلنا. تعال بقى على السؤال العاشر،
when you are writing لما بتكتب you can use انت تستخدم not to introduce تقدم the result. result معناها نتيجة نتيجة والنتيجة طبعا تختار ايه consequently اللي معناها عاقبة الأمر أو نتيجة الشيء يعني. We can use not to sum up. To sum up ده طبعا أنا بعمل introduce بس للسمري اللي هي فكرة التلخيص أو ختام القول. استخدم although معناها على الرغم من ده طبعا ده للكونتراست أو فكرة التضاد التضاد. We can use آخر جملة بقى في الصفحة we can use not we can use the purpose غرض وغرض المحاضرة النهاردة طبعا ده عشان أقدم التوبيك أو عشان أقدم الموضوع يبقى أنت تو introduce إيه the topic. ده كده صفحة 32. تعالى بقى على جزء خاص ب 33 وجزء خاص بالترجمة. وأنا قلت لك إن الترجمة دي لها طريقة للحل لا أكتر من طريقة بس الطريقة اللي إحنا بنميل ليها أي نعم ممكن يعني ممكن تتعارض مع علم الترجمة نفسه ولكن هي دي الطريقة الأنسب لك. اللي أنا بشوف الأخطاء هنا في طريق للنجاح برضو نفس الفكرة التقدم الذهاب التقدم التقدم. يبقى أنا عندي إيه المختلف فكرة الذهاب يبقى كده الاختيار رقم 2 مش معايا يبقى أنا كده هشيل رقم 2 هنا ببطء ولكن يجب أن تخشى الوقوف يبقى أنا كده 2 إيه 2 كده هحذفها من الموضوع دي كده مش معايا هنا أن تخشى الوقوف الوقوف هنا ثابتا متزنا ماذا يبقى أنا أرجع للنص الجملة الأصلي هنا مروي في طريقنا للنجاح don't be afraid لا تكون ما تكونش خايف أو لا تخشى التقدم ببطء فقط ولكن اخشى standing still الوقوف أنا هختار الوقوف ثابتا يبقى أنا هختار الاختيار الاختيار الأول محدش يقول مفيش حاجة اسمها الوقوف ما زال ما تقولش ما تترجمهاش حرفي لا انا بترجم معنى يبقى انت عشان تقف هتقف ايه هتقف ثابت طيب الاختيار التاني يا استاذ هنا برضو فليكن دائما هنا هدفك وهنا طموحك يبقى انت كده انا هشيل طموحك واشيل هدفك لان هنا قالك ايه سلوجان سلوجان معناها شعار واعتقد ان سلوجان بالانجلش برضو بالفرنش برضو معناها شعار يبقى انا كده هختار يبقى انا كده الاول والاخير بره الطريق للقمه مليء بالعواقب وهنا العقبات ولكنه ليس مستحيل انا ارجع لنص الجمله الاصلي obstacles obstacles معناها عقبات يبقى انا هنختار الاختيار ج يبقى انا هختار كده الاختيار ايه الاختيار ج نزل كده بقى على الجملة اللي بعدها نفس الفكرة برضه هنا تتحقق تتحقق تتجاهل يبقى أنا تتجاهل دي بره الموضوع خالص هخش بقى هنا قوانين دولة الدولة هنا دولتك دولتك برضه هتتشال من الموضوع يبقى أنا عندي الأولى وإلى آخر الذي تقصد طيب نمشي هنا تخطط السفر للخارج وهنا الرجوع من الخارج هرجع لنص الجملة الأصلية هلاقي كلمة travel abroad معناها السفر يبقى أنا هختار الاختيار الأول الاختيار الأول هو الإيه هو الصح طب ننزل برضو هنا أستاذ عكس بقى هنا من عربي من إنجلش العربي هنا من العربي لإنجلش life is amazing journey الحياة هي رحلة رائعة رغم ما بها من الألم علينا أن نتحمل هذه الألم لكي ننهض بمصر يبقى أنا كده برضو هطبق نفس الكلام هلاقي نفسي في الاختيار سي هو الصح يعني أنا هحل معاك الكلام ده على طول لأنه يعتبر سهل يعني هنا برضو نفس الفكرة طبق نفس الكلام ونفس التكنيك اللي أنا علمته لك يبقى أنت كده هتروح هتلاقي الاختيار إيه هو الصح هتيجي على آخر حاجة هتختار الاختيار إيه الاختيار دي طبعا بعد ما تمشي بالطريقة اللي أنا قلت لك عليها تمام يبقى احنا كده خلصنا برضو فكره الترانسليشن تعال مستر هنا الجزء بقى الخاص بالاوبن بوك هو عندي بيتمثل في صفحتين صفحه 35 وصفحه 36 هنا اوبن بوك بس 35 هو مصنف لك الدنيا شويه يعني هو قايل لك ان ده مثلا اول اربع اسئله مصنف لك اربع عطا اول اربع اسئله على ايه وان وذا اللي بعدها قاعدة اف اللي بعدها البروناون الكويستشن تاج اللي هو السؤال المزيل اللي بعدها اللينكينج ووردز او الكلمات
لينك او اللي هي الرابط الكونجكشن الروابط عامه. تعالى كده يا استاذ نشوف الدنيا هنا ماشيه ازاي. طبعا انا عندي كلمه صن، خلي بالك القاعده ده عشان على اولى ثانوي، كلمه صن معناها الشمس وهي حاجه واحده موجوده في الكون. وانا قلت لك قبل كده الشيء اللي موجود حاجه منه واحده في الكون خد معاه ذا، زي بقول لك ذا صن شمس واحده، ذا مون القمر واحد، يبقى انا هختار هنا ايه؟ هختار ذا. طبعا هنا كلمة صفة، صفة تصف الاسم وتأتي قبله، وأبص على الاسم ده لقيته مفرد يبقى أنا أختار إيه. طب لو الصفة دي كانت بتبدأ بحرف متحرك يبقى أنا أختار إن. طب لو كانت مفيش يا أستاذ، كانت هنا الاسم ده جامع كنت أختار نو أرتكلز. هنا أستاذ بقى هي هاز نقط bread and jam for breakfast، يبقى هنا إذا كده الاختيار انا كده في الجملة رقم 3 بيقول لك هو، انا عايز اقول لك هو تناول او هو كل عيش ومربى على الفطار، طبعا دي حاجة ما بتتعدش يبقى انا هختار فيها مش هاخد فيها حاجة، يبقى انا هاخد نو ارتكل. هنا هي هاز بوت، هو اشترى ام بي 3، خلي بالك هنا اللي مش واخد باله يقول لك ان ده متحرك يبقى انا اختار ايه. لا هي اول حاجه نطقتها الساوند البرونونس، اول حاجه نطقتها من بقي ام بي الايه، الايه ساوند، يبقى ده حرف فاول يبقى ده او صوت فاول، يبقى انا اختار هنا ايه؟ هختار ان. هننزل تحت بقى على حته قاعده اف، اي وود هاف، وود هاف تصريف ثالث، يبقى انا كده حاله ثالثه، يبقى انا اختار طبعا دي حالة حذف، يبقى انا اختار هنا اختار ايه؟ اختار but for. فقط افتح هذا الباب in case of، لان in case of اللي بعدها يجي بعدها اسم او verb i n g، يبقى انا اختار في حالة الطوارئ، يبقى الطوارئ هنا اسم، يبقى انا اختار in case a in case of. if you mix، طبعا دي الحالة الصفرية اللي هي حالة الحقائق العلمية، لو انت خلطت الأحمر اللون الأزرق باللون الأصفر you will get، هتحصل على الأخضر، يبقى هنا مضارع بسيط مضارع بسيط. you can borrow، انت تستطيع انك تستلف my camera الكاميرا بتاعتي as long as، يبقى دي الوحيدة اللي هي بعدها ايه؟ هي بعدها جملة كاملة. don't judge books by not covers by their cover، يبقى هنا صفة الملكية يبقى أنا أختار their cover لأن هي جاية بعدها اسم موصوف، تمام. طيب لأن طبعا هنا اسم إيه؟ هنا جمع، تمام. The United States is anxious to improve، فكرة الولايات المتحدة is anxious هي قلقة أو في قلق يعني أو توتر، to improve إنها تنمي its image، its لان هي اجر عاقل. طب ليه انا فوق قلت ذير ذير؟ لانها كانت جمع انما ديت مفرد. someone طبعا someone بيعود عليها الاسم الفعل، الفعل مفرد انما الضمير ضمير جمع، يبقى انا اختار هنا aren't they، يبقى انا اخترت ضمير الجمع واخترته منفي لان هنا دي مثبته. never stop trying will you، فانا اختار هنا ويل طبعا لان الفار معروفه تاخد في الناحيه التانيه ويل. could you blow out not candles near you، طالما هي يبقى بقول هاتها قريب منك، طالما هي قريب منك يبقى هي هنا بعيده، فانا اختارها يبقى انا اختار ايه؟ this. طيب هنزل تحت هنا استاذ بيقول لك because او الواحده because smoking لأن التدخين مضر، يبقى because جه بعدها جملة، أدي فاعل أدي فاعل دي تكملة. انزل على اللي بعدها cooking much، يبقى هنا اختار ايه؟ اختار besides. طيب however على الرغم من strong he is ان he was divided، يبقى انا اختار هنا على الرغم من اللي هي ايه؟ however. I was injured because of the accident، بسبب الحادثة اللي هي عملتها، يبقى انا اختار هنا because ايه؟ because of. ده كده الجزء الاولاني الخاص بأسئلة الاوبن بوك.
نيجي بقى يا مستر لجزء الاوبن بوك اللي موجود عندك في صفحه 36. طيب اول سؤال بيقول لك ايه اولويز prefers to not team sports. كلمة سبورت يا جماعة معناها الرياضة، وهي بتاخد دو، اسمها دو سبورت، تمام؟ معناها يؤدي ايه؟ يؤدي الرياضة او يمارس الرياضة. could you not me a favor and lend me your bike، تسلفني عجلتك for an hour لمدة ساعة. I have no money to take a taxi، معيش فلوس ان انا اخد تاكسي. يبقى could you do me a favor، يعني تاخد هنا ايه؟ تاخد برضو do. السؤال الثالث، I didn't receive not treatment. treatment بقى ايه؟ treatment جايه ايه؟ جايه ناون، جايه اسم. طب الاسم عايز قبله ايه؟ عايز قبله صفه، يبقى ناخد الصفه هنا ايه؟ different. اربعه، I have not great progress in the new project. كلمه progress معناها ايه؟ معناها التقدم. طب التقدم بياخد ايه يا مستر؟ قال لك التقدم بياخد make اللي هي بقى made، وبياخد كمان ها performed، يبقى ناخد ايه وايه؟ ايه وسي. I listen carefully to the، بقول لك انا استمتعت، انا استمعت بحرص للمحاضر. and not notes، notes ياخذ ملحوظه اسمها make a note، يبقى make notes. Alice grandmother جده علي نقط ال، قال لك when he visited، لما هو زارها yesterday امبارح. امبارح علامه دل على الماضي، يبقى انا هاخد الماضي، يبقى انا الماضي هنا ايه؟ سيم ده. طب حد يجي يقول لك ليه يا مستر ما خدتش واس سيمينج؟ هقول لك ان سيم ما بيجيش في اي ان ايه؟ ما بيجيش في اي ان جي. طيب هنا my bike، عجلتي is completely different not yours، يبقى انا هتاخد هنا from وهتاخد to، يبقى انا هتاخد ايه وايه؟ ايه هو بي. طيب our brave army، جيشنا الشجاع نقط بتاخد هنا توك اللي هي كانت تيك، يبقى انا خدتها هنا في الماضي اللي هي فكره ايه؟ ريفنج. investigators المحققين are still trying، ما زالوا بيحاولوا to determine ان هم يحددوا the نقط of the accident، يبقى انا عايز اقول لك the cause of. طب ليه خدت كوز؟ لان هنا كلمه اوف، انما لو كانت في فور كنت خدت ريزون. did you، هل انت، سؤال رقم 10، did you know، هل تعرف او هل تعلم that many significant، كلمه significant معناها the important، هام او واضح، حاجه مهمه يعني. psychological benefits could not from، هتاخد هنا الريز، وانا شرحت قبل كده الفرق ما بين الاربعه دول، هبقى اسيب لكم برده اللينك في الديسكريبشن، موضح لانجوج نوتس كده الفرق ما بين الاربعه دول. اتس نوت ايزي تو فايند، مش من السهل. اتس صفه، تو مصدر، فايند سولوشن، انك تجد حل، تو ذا بروبلم، للمشكله. كويس. Are you speaking seriously؟ قال له no I'm just not a joke، I'm just make a joke. طبعا هنا هتاخد هنا making، لان ده مضارع ايه؟ مضارع مستمر. Which of these an adjective، انهي الصفة؟ طبعا الصفة هنا hard، ان hard هي بتمشي صفة وحال. He was quite enthusiastic about، معناها متحمس. طبعا انت خدت فونت هتاخد of، كين بتاخد on، interest بتاخد in، وانا شرحت برضو الفرق ما بينهم قبل كده، يبقى هتاخد هنا enthusiastic. 15، the book is a great success، ونجاح عظيم، يبقى هتاخد النجاح، تاخد الناون. ليه خدت الناون؟ لان هنا جاي بقى هنا ايه؟ في هنا اسم، في هنا صفه عفوا، يبقى صفه عايزه بعدها اسم، يبقى هتاخد ايه؟ success. ذي نقط، طبعا هنا في فعل في المصدر، يبقى انا هتاخد هنا manage to. طب ليه ما خدتش succeed؟ succeed عايزه ان، عايزه بعدها ing. able عايزه to، تمام؟ ما ينفعش اخد كان لان هنا في last، يبقى دي كان برضو ايه؟ غلط. I'm not to look after my brother، انا من المفترض، يبقى هنا supposed معناها من المفترض. Spanish is widely spoken language، spoken language اصلا الكلمة على بعضها معناها اللغة المنطوق بيها، فانت هنا spoken language، هنا جاي صفة كمان.
اصلا هي بتتنطق، يقول لك السبوكن لانجوج والريتن لانجوج. السبوكن لانجوج اللي انا بتكلم بيها في الشارع، الريتن اللي هي المكتوبه بتميل شويه للفورمال، بتكون رسميه اكتر يعني. وليد بلايد فيري نقط فيري ويل، دي محفوظه برضه على بعضها. I know it never comes late. كلمة late هنا جاية adverb، جاية حال، خلي بالك عشان هي صفة وحال، فهنا late جاية adverb لأنها جاية بعد الفعل وجاية في نهاية الجملة. I'm gonna to pick my aunt. المثال ده مشهور يا جماعة، فكرة pick up، المثال ده مهم، اللي هو هيجيب عمته من المطار pick up. بص هنا بقى late، عشان الفرق ما بين هنا late اللي في 20 و late اللي في 22، بيقول لك the train is late، هنا verb to be، طيب جه بعده ايه؟ بيجي بعده صفة، يبقى هنا adjective، هنا جاية ايه؟ صفة. This exam is نقط يبقى انت عايز هنا حال، وانا شرحت الحتة دي قبل كده، قلت لك ان حال ممكن يجي بعده صفة عادي خالص. Incredibly difficult. تقلب بقى انت كده صفحة 37، وده التيست طبعا. التيست ده بيجي طبقا لامتحان اخر السنة. يعني ايه؟ يعني انت عندك 14 14 اختياري، عندك قطعتين، عندك سؤالين ترجمة، وعندك قصة، وعندك essay عن how to achieve success in life. كان يتعاون to find ways ليجد طرق to نقط global warming، الاحتباس الحراري. طبعا انت تتغلب على فكرة الاحتباس الحراري او تحل مشكلة الاحتباس الحراري، فكرة ايه؟ overcome. يبقى كده السؤال الاول اجابته over ايه؟ overcome. طيب السؤال الثاني مستر I use language، يبقى انا كده خدنا كده هنا ايه؟ overcome. I use not language to highlight important information، يبقى sign، يبقى sign posting، فكرة ان انت تهايت او تعمل علامة على الـ 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 الأفكار المهمة. السؤال الثالث What do you do to not information from a lecture، من المحاضرة. فتختار paraphrase اللي هي معناها يلخص أو يعيد إيه؟ يعيد صياغة. My brother works، أخويا بيشتغل as not assistant. طبعا هنا assistant ده جاي اسم، يبقى الاسم عايز قبله، عايز قبله صفة، لأن الصفة تصف الاسم وتأتي ايه؟ وتأتي قبله. يبقى انا تاخد ايه؟ رقم C administrative assistant. I wasn't sure if I could successfully combine، لأن كلمة combine هي اللي بتاخد with، كلمة دي احنا شرحناها برضو في lesson 1-2. لمياء has all the not needs to be a good teachers. A good teacher، يبقى هي عندها الكواليتيز، عندها الفيتشرز، عندها السمات، يبقى هنا اختار كلمة ايه؟ كلمة كواليتيز. I not my car all day، طالما هنا في all يبقى ده ما يدل على الاستمرار. يبقى فين هنا الاستمرار؟ يبقى have been working، have been cleaning، يبقى هنا have been cleaning. اوكي. رحاب's achievements، انجازات رحاب are very not، يبقى الانجازات هنا خلي بالك هنا غير عاقل، يبقى انا هعملها معامله الاي ان جي بقى انسبايرنج، كانت ملهمه للنساء. يبقى هنا ملهمه برضو، يبقى هنا تختار هنا انسبايرنج، ملهمه للنساء اللي اهتموا بالباور ليفتنج. قلت لك دي فكره او دي اهميه اللي انت تقرا النص، دي كده متاخده من النص، كوبي بيست من النص. هدى وركد ريلي هارد which is why she did very not. طبعا هنا did الماضي من do، طبعا هي اسمها do will، يؤدي جيدا. طيب 10 باهر نقط ever goes swimming، هتختار هنا hardly اللي انا قلت لك معناها هنا بالكاد. many نقط teachers، تبقى تختار هنا، هنا teachers اسم، يبقى انا عايز قبله صفه، فين الصفه هنا؟ traditional، يبقى traditional habits، traditional teachers. تمام. تكمت هتختار هنا irresponsible، معناه الغير مسؤول. تلتاشر which of the following is structurally correct، المبنى بتاعه صح، يبقى هتختار هنا since، since قبلك مضارع تام، بعدك ماضي ايه؟ ماضي بسيط، فانا هتختار الاختيار دي.
ايه اللي بيلخص فكرة اللي اتقال في المحاضرة. When we need to write the speakers said on my own words. الاختيار انه الاختيار دي. ننتقل بعد كده يا مستر على الجزء الخاص بالقطعة. طيب بالنسبة للقطع هتبقى القطع بس تشيك للانسر، لان طبعا قراية القطعة هتحتاج وقت كبير، وهنشرح كمان القطعة وقت كبير. طبعا القطع احنا عاملين ان شاء الله نحاول نعمل لها بي دي اف يلخص الدنيا في القطع، هيبقى يعني ايه، هتبقى حاجة كويسة يعني ان شاء الله شغالين عليه الفترة الجاية يبقى موجود. هيبقى بي دي اف لامم كل القطع خاص بينا احنا بالتشانل بتاعتنا، والبي دي اف ده يكون موجود وهنتابع منه واحدة واحدة. طيب احنا دلوقتي هنشكل الانسر بسرعة. 15 هتبقى كومبليتلي، انا هقول الاجابات على طول يا جماعة. 15 كومبليتلي. سؤال رقم 16 ستاند. 17 لايك ذا نيو ستاندز. سؤال 18 اون فوت. 19 جاكس ستريت. 20 ديسابوينتمنت. السؤال 21 ذا مكسيكان ريستورانت، مطعم المكسيكي. السؤال 22 10 years، 10 سنوات. برضو هنا تشكل الانسر بسرعة. journeys as a musician، as a musician في الصفحة صفحة 39. that بتشير إلى copying other people's song أو songs اللي هي الاختيار دي. 25 تبقى الاختيار دي برضو اللي هو never set rules about the piano. السؤال احنا كده 24 24 دي و25 برضو دي. 26 هتبقى explain how he became a musician. انت بتتشكل الانسر، انت المفروض قريت القطعة وتتشكل الانسر معايا. 27 هتبقى C seemed happy to let him play it. 28 we're not very original. 29 هتبقى B he thought he might not earn enough as a musician. 30 الاختيار الأخير it's okay to copy other people's song when you are learning. كويس، ده كده القطع. تعالى بقى هنا بسرعة برضو هتشيك الانسر بسرعة. هنا معلمك الطريقة بتاعت الحل. السؤال الأولاني هيبقى به، التاني دال. طبعا احنا عارفين الطريقة بتاعت الحل دي وهي سهلة، يعني طريقة حل التراجم بتبقى سهلة، حليناها كذا مرة. هنا هتبقى ب اللي هو بي، واخيرا دي. تمام كده يبقى احنا خلصنا يونت 7. يونت 7 مشروع فيه ليسن 1 2 وليسن 3 4 بطريقه كويسه، تحفظك النص قبل ما قبل ما تخلص الحصه او قبل ما تخلص الفيديو، تكون حافظ كل اللي موجود فيه. ده الحصه الاخيره النهارده بتاعه التيست واسئله الاوبن بوك واسئله السكيلز سواء رايتنج او ترانسليشن. ركز في يونت 7. ان شاء الله نحاول نصور يونت 8. هو المشكله في يونت 8 اللي هو طويل شويه، اسئلته كتيره، الكتاب حاطط فيه اسئله كتيره وهو يعني الى حد ما كنصوص كتيره. يعني نحاول ان شاء الله ممكن نقسمه، يعني نخلي ليسن 1 2 ككلمات وبعدين كجرامر، وبعد كده يعني نحاول نفتح فيه الدنيا شويه بحيث ايه ما الفيديو ما يبقاش طويل او الحصه ما تبقاش طويله. تمام ان شاء الله الجزء الخاص بالقطع هيبقى موجود في اقرب وقت باذن الله. تمام كده، اشكركم والسلام عليكم.